جديد، جبنا لك حارس جديد، جبنا لك حارس جديد. كل الناس تطلع على الشبيك على السطوح لما تكون في اقتحامات، مع انه هالشيء خطر وغلط. اللهم صل محمد. فمد ملح يعني، كان مدوا روسه من السطح يطلع يشوفوا وين الجيش، شو تحركات. يعني تعرف الواحد بني ادم فضولي، وخصوصا يعني شغله زي هيك. فما لحكش يمد راسه من السطح ولا جاء طلق براسه، يعني جاء طلق من هين وطلع من هين.